بطل. هيا كمان. ماري يا بعد هيك. خلص يا ماري شو عم تعمل؟ ماري عيش. برافو عليك. برافو ماريش. لك بكفي حاجة غلط. ماريش. ماريش. لك شو عم تعمل؟ لا. يلا باريش. يلا باريش. لك باريش. ايه كمان. يلا يلا. لا 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 لا. باريش. 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 ما عم ترد مساعدتك؟ خلونا نتصل بالشرطة. ميادة روقينا دخيل عينك. شرطة شو هلا؟ البنت ما نحرمية سيارات لحتى تبيعها. كتبتي لها جيب سيارة سراج بيك بسرعة ما هيك؟ ما ردت لساب؟ لك شو اللي صار لحتى عملتي هالعملة؟ ردي على هالتليفون دجلة ردي. يا بنتي جلال عنده حق، البنت ما نحرمية سيارات، أكيد بكون صار عندها شي ضروري. فطلعت وما لقت سيارة وما كان في تاكسي، يعني ممكن يكون في ألف سبب وانجبرت تاخد سيارته لسيراج. بارش كمان ما عم بيرد على تليفون، يمكن لأنه تخانق مع الممثل الختيار. تركك منه هلا. منيح اللي خلصت هديك القصة. خير شو صار؟ شو رح يكون؟ شكلهم زملائنا الشباب ما بيتحملوا الناقد أبداً. هذا الموضوع. هو ضربك كأنه ضربك. فينا نقول إنه ضربك؟ أريش واقفة عم تحكي معه لإياه. لا شو؟ ما كان ناقصنا غير هاي لتكمل. شفت شلون؟ فضلوا. أنا رح حلا أنا رح حلا خلاص. يا الله. لا 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 شو هالحكي يا أريش؟ معقولة بهيك يوم يصير ضرب وما ضرب؟ لا أصلاً أنا ما حدا بيقدر يضربني. أكيد صحيح. نسيت خبرك في كم دور عم بدرس لك اياهم هالفتره. فيلم اكيد. ديجيتال طبعا طبعا. لا لا عليك بارش كمان. خلص خلص بكفي. لساتك مثل قبل. يلا بارش يلا شو حلك يا بطل يا ابني. يلا طلع بارش. انا هون شايفني بارش. خلص شو بقى عندك بارش. بارش بارش عم تسمعني؟ بارش قوم بارش اتطلع فيني. شايفني عم بحكي معك؟ عم تسمعني؟ قول شي قول شي. منيح على مهلك على مهلك. قوم انتبه شوي شوي. يلا قوم استند علي. روق 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 شوي شوي على مهلك. سنود حالك علي. وين كان استاك؟ ليك محطوطة هونيك. تمام سنود حالك علي. طول بالك وصلنا. لا على مهلك بارش انتبه. يا الله دخيلك عم ينزل لك دم كتير. استنى شوي استنى. اهدى خليني امسح لك الدم. تمام حاولت تساعدني للبسك كنستك. لازم أخذك على المستشفى فوراً. إيه؟ هي عملة اللي عملتها. يا الله منك قرب خليني لبسك الكنزة خلصني. فوتها تمام هيك. استنى على مهلك. استنى أنا رح لبسك. استنى وقف وقف وقف. أنت منيح؟ تعال استنت حالك. على مهلك روق ورجيني. عم تتوجع كتير مو هيك؟ شو هالسؤال؟ أكيد عم تتوجع. استنى روق شوي خليني شوف عينك. ما كان في داعي تساوي كل هذا تثبت لحالك إنك ممثل موهوب. بعد هلأ ما حدا رح يقدر يقول مشغلينك لأنك حلاوة وشخصية. تعرف شغلة؟ راح تعبك على الفاضي. لساتك حلاوة روق. لم يسخانه وعم تدق شو قلها؟ قولي الحقيقة. أصلاً بهي الحالة اللي أنا فيها ما فيك تخبي شي. ردي عليها.
نعم لميس هانوم. إن شاء الله خير. لك فهميني وينك أنت؟ ليش أخذتي سيارة سراج؟ أنا جيت ورا بارش. لميس هانوم رح أحكي لك كل شيء كلمة كلمة، بس لو سمحتي اهدي شوي بالأول. بما أنه قلتي اهدي شوي بده يكون صاير شيء مو منيح. شو الموضوع؟ احكي بسرعة فهميني. بارش معاه شيء؟ تمام تمام، بعتي لي اللوكيشن جاي. لوكيشن تمام، يلا فورا لوكيشن. طلبي تاكسي فورا. طلبي تاكسي. بارش متخانق مع ناس وحالة وشه مفجعة. الشرطة تدخلت بالقصة؟ ما بعرف، ما بظن. رح اخذ شنطتي. طيب يلا استعجلي، خلينا نروح سوا. بابا خدني معك. لا 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 بابا، انت وامك هلا روحوا على البيت، بلحقكم بعدين، لا تاكلوها. يلا. يلا باي باي. جلال تعال نحن كمان نطلع نهتم باللي فوق. يلا 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 على السريع. الله معكم. يا الله دخيلك، شو صاير لوشه يعني؟ شكله بارش المشراني عامل خناقة ووشه مشرك. يخرب بيته شو غبي، لو عندي هذا الوش كنت لفيته بالحرير. حاضر سيدي. يلا ولا حركة انت وياه. ولا حركة انت وياه. ولا حركة انت وياه. ولا حركة انت وياه. جيبوا تعال هون. شيبوا وياه. ما قربنا مكانك. ما قربنا ولا عملنا. انا ما بعرف شي. هلا انا ما بعرف هو. ليش عم تطفشني؟ شو عم يصير؟ اللي بارش فهمني شو القصة. حدا حاول يهرب. اعطونا الهويات. الهويات؟ سيدي والله ماني عامل شيء. بس بدهم يفيشونا، لا تخافي. ما عم نعمل شيء سيدي. شو عم نعمل؟ شلون ما عم تعملوا شيء كل واحد مشوه شكل؟ اجراء روتيني خلص. وانتم كمان توقفوا هون. نحن رايحين على المشفى. خلونا نعمل اجراءاتنا وبعدين بناخذكم. يا ربي لموا لي هويات الكل. حاضر سيدي. كل الذنب ذنبي. فتشوا لي الكل كمان. ليش انت شو دخلك؟ ما قدرت امنعك، يعني لو بعرف سوق سيارة أحسن من هيك كنت لحقتك قبل ما تدخل لهون على الأقل. تمام اهدي شوي ما تخاف. يا الله دخيلك، إن شاء الله ما ياخذونا على المخفى. شو الحالة هاي؟ عاملين حرب عصابات أنت وياه؟ لا والله سيدي مو خلاص. نحن والشباب عم نتسلى شوي، مو أكتر من هيك سيدي. إيه بس هيك سيدي. كان في خلاف بيننا وبين الشباب، نحن حليناها حبية، ما هيك يا شباب؟ إيه بلا سيدي. أنت مو اللي بتمثل بالمسلسلات؟ مزبوط. تعال شوف لك طلع في واحد مشهور هون. مو انت اللي بتعمل شخصيات يا أمور؟ انت شو عم تعمل مع هدول الحسالة؟ رفقاتي من زمان. خدوا الكل لبرا وفيشوا لي اياهم. امرك سيدي. وصحكن حدا يهرب. ها يلا شوي شوي. خلاص خلاص يلا انت وياه. يلا على السريع. ايه حاضر. على نصك. يا مهلك انتبه. شد رجلك شد رجلك. شبابك صورتك عم تعرش معها؟ موجوع كتير يعني. تحرك انت وياه على السريع. يلا يلا ورا بعضكم. وقف هون انت وياه. حاضر. انا رح اتصل بلميس هانوم، المفروض اني حطه بالصورة. يا الله دخيلك بارش، شو هاد؟ شو الحالة اللي انت فيها؟ انا منيح لا تخافي، ما فيني شي. طبعا ما انا كمنيح. لميس خانم عملت كل جهدي اني لحقه بس ما قدرت. انا مديرة اعماله، ليش منحفظين على الممثلين؟ اني اخذ سيارة. نحن عم نعمل اجراءاتنا. حضرة الشرطي ربي يعطيكم الف عافية، بس شو المسألة؟ فينا نفهم؟ بالحقيقة نحن كمان لسه ما فهمنا شي. ما فهمت شو صار؟ فهموني. تقابلت مع رفقاتي وبعدين اتخانقنا مع بعضنا وحليناها حبية، هي كل القصة. نحن لازم نروح على المستشفى فورا. انا من الاول هيك قلت له. مانك شايف حالته؟ هو بحاجه لاسعافات طبيه سريعه. حضره الشرطي، بارش بيك اسم معروف وممثل عنا بالوكاله، وحسب ما فهمت انه ما في اتهامات بالموضوع، فاذا بتسمحوا لنا بدنا ناخذه على المشفى، وهي كرتي الشخصي كمان اذا حبيت. تفضل. فيشتوا هوياتهم يا ابني؟ ايه فيشناهم سيدي وما عليهم شيء. رجعلهم الهويات.
زباد خالف فيك اشكالات. تفضل. ليك عناصر كمان بيحبوك كثير، على الاقل لا تكون قدوه سيئه. يلا بارش يلا. شكرا كثير. شو قالوا لك الدكاتره؟ حتى لو تاخر الوقت ما يهمك، انا ناطرتك. ايه انتبه.